انت مسافر فين؟ كويت. اشمعنى الكويت؟ ما لقيناش حته احسن من الكويت عشان نسافر. تمام، بتكلفك كام بقى او كلفتك كام سفريه الكويت دي؟ كلفتني 1750 دينار. تاني كده؟ 1750 دينار. دفعت منهم كام؟ دفعت منهم 1000 دينار. تمام، والباقي هتدفعه امتى؟ لما اروح هناك واشتغل. معاك عقد عمل محدد ولا فيزا مفتوحه؟ فيزا مفتوحه. السؤال الاول لحضرتك، تفسر بايه الزحمه اليوميه من الشباب المصري امام بنك الكويت الوطني؟ والله يا استاذ محمد، ده طبيعي نظرا انه معظم الشباب او الناس المرشحه او الناس اللي راح تسافر دوله الكويت بتيجي من محافظات، معظمهم من محافظات الوجه الابلي، فكلهم بييجوا بالسفاره اللي هي موجوده، يعتبر اقرب بنك ليها واللي هو البنك الوطني اللي هو جنب الجريده عندكم، فوجودهم هناك والزحم ده عشان بيسددوا رسوم التاشيره او سمه الدخول لدوله الكويت. وصل كام دلوقتي ثمن او سعر تاشيره الكويت؟ والله ارقام فلكيه، يعني ارقام فلكيه بالنسبه لنا هنا في مصر، لان بيقول لك سمه الدخول تقريبا بتتباع في الكويت ب 1400 دينار او 1600 دينار، اضربهم في 60 يعني ممكن توصل 120,000 140,000 جنيه. فرقم كبير جدا وضخم، بس الناس مقبله عليه لثقافتهم، يعني لانه انت عارف معظم الناس دي بيبقى ليها اهاليها، ليها اصحابها، ليها اقارب معينه مسافرين الدوله دي وحياتهم قائمه على هذا الاساس. ايه اللي يخلي مواطن مصري يدفع 120,000 جنيه علشان يسافر الكويت، مع ان مثلا سفر بلد زي ايطاليا متاح في المراكب الهجره الغير الشرعيه ب 40-50,000 جنيه؟ انا قلت لحضرتك دلوقتي وهكمل كمان في اسباب تانية، انه المناتيليتي او عقليه او ثقافه اللي بيسافر الكويت دول معظم زي ما قلت لحضرتك من وجه قبلي، طلع للدنيا شايف اهله او شايف اخوه الكبير، شايف والده، شايف خاله، شايف حد من الشارع من المنطقه موجود في الكويت وعمل بيت جديد واتجوز وممكن جاب عربيه ومعلم ودخل ولاده مدارس اجانب، فشاف انه الدنيا الكويت سبب انه ايه للانتعاش، لانه يبقى فعلا يبقى يكون نفسه ويعمل الاسره ينزل يتجوز. فدي جزئيه. الجزئيه الثانيه برضو تخوف من الدول الاوروبيه، هو هيروح دول اوروبيه يعمل ايه؟ طب راجل محتاج لغه، محتاج انه يبقى عنده ادواته اللي هو تعليم عالي او بحاجه بيفهم فيها، اما معظم الناس زي ما انت عارف كلهم شغالين في مجال الفاعل المعمار، كبير قوي يشتغل في مطعم، لو هو حد بقى فرويد بيبقى معاه رخصه سواقه بيسوق عربيه هناك، دي فكرته هيعرف يسلك في دوله عربيه، هيعرف يتكلم ويعيش، اما يطلع دوله اوروبيه طب هيتعامل ازاي؟ عنده عقبه اللغه، والعقبه الثانيه الثقافه، هو ثقافته حاسس ان الدول دي مش هيعرف يسلك فيها، مش هيعرف يجيب قرش زي ما بيقولوا.